بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الاعزاء، طبعا هذه انتبهوا الاطفال تنباع في المهرجانات، ما يدري احد عنها ايش موضوعها. حبوب اللي يشوفها الطفل يقول حلاوة، شايفين كيف حلاوة؟ لكن ما هي حلاوة، ما هي حلاوة، مزبوط. وهذه الطريقة عشان أبين لكم أكثر، يعني ببلعها نحط معها شوية موية، هذه حبة ذلحين، الحين نحط معها شوية موية. شوفوا الطريقة، شفتوا كيف؟ يعني لا قدر الله أحد الأطفال أخذها ولا شيء، ولا أحد منكم شراها، لحظات يا بابا، شفتوا كيف؟ هو في الأصل ترى زي الفاين أو قماش، صح هذا هو، يبلعها الطفل، هذا وضعها. أنت رأيتم فعل التيه؟ تبى المغرية منها؟ هذه هي، لا إله إلا الله.